كل سنة وانتم طيبين جميعا. كل سنة وانتم طيبين. أنا مش عايز أعطلكم عشان قناص بابا ما يزعلش. بس اسمحوا لي أقول لكم كلمتين كده. في البداية أنا بوجه لكم جميعا التحية والتقدير والاحترام. واسمحوا لي ان انا اهنيكم. كل عام وانتم بخير. كلنا بخير. احنا السنه اللي فاتت قلنا عايزين، واحنا بنحبكم جدا. انتوا مش واخدين، مش السنه اللي فاتت احنا قلنا عايزين نحب بعضنا بجد ونحترم بعضنا بجد، فيا رب نعرف نحب بعضنا بجد. فكل سنة وانتم طيبين. خليني اقول لكم، انا عايز اوصيكم واوصي كل المصريين بالمناسبة ديت. شوفوا ومن فضلكم توقفوا قدام كلامي كويس. محدش ابدا يفرق بينا. ايه ده؟ ده مهم جدا. الموضوع ده مهم قوي، والموضوع مش انا اعمله بس، ده نعمله كلنا. اسمعوا من فضلكم، كلنا لازم نرجع مش زي زمان اكتر. احنا مع بعض. يا رب يديم الحب، يعني يا رب يديم الحب. فانا عايز اوصيكم واوصي نفسي واوصي كل اللي موجودين معانا هنا. شوفوا تاني، مفيش حاجة تأذينا، لا ظروفنا الاقتصادية ولا حتى ظروفنا السياسية ولا أي حاجة. أي حاجة ممكن نقدر عليها إلا إن إحنا نختلف. وعايز أقول لكم إن ربنا سبحانه وتعالى سننه في الوجود التنوع والاختلاف. سننه في الوجود التنوع والاختلاف. مفيش حاجة واحدة غيره هو، لكن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين، أديان، أشكال، ألوان، لغات، عادات، تقاليد، كل حاجة. محدش يقدر يخلي الناس، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، محدش لا قدر قبل كده ولا هيقدر بعد كده يخلي الناس حاجة واحدة. محدش هيقدر. ده مش انا بقول ان ده مش حدش هيقدر يعمله. اسمعوا، احنا كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. بس انا عايز اقول لكم حاجه. خلوني اقول الكلمتين اللي انا نفسي اقوله لكم، لان احنا في مصر اللي علمت على آلاف السنين البشرية والحضارة بتعلم دلوقتي. أيوة بتعلم دلوقتي، بتقول للناس تعالوا. انتوا بتعملوا ايه؟ بتقول للدنيا كلها، بس عقبال ما الدنيا كلها تسمعنا وبعدين تعرف اللي بتسمعه مننا، وبعدين تنفذ اللي عرفته مننا، وبعدين ده يتحول لعادات وتقاليد بين الناس، هياخد سنين طويلة. ده طبيعة البشر. كنت بتكلم مع طيب والله يعني خلونا نسقف على طول بقى. طيب كنت بتكلم وانتوا طيبين، كنت بتكلم مع أحد المفكرين من كام يوم كده، بقول له من فضلكم احنا عايزين نعمل كتاب أو كتب تعلم الناس إن الدنيا مش زي بعضها، من أول ولادنا اللي في المدرسة الصغيرين لغاية اللي في الجامعة، نقول له مش زي بعضنا، واقبل ده، مش يقبله بس، يقبله بحب، لأن هو ربنا خلقنا كده. فدي واحدة. النقطة التانية، حاضر، النقطة التانية اللي عايز أقولها لكم، لو احنا عملنا ده هندي المثل والنموذج للمحبة الحقيقية بين الناس، بين الناس وبعضها البعض، ومفيش حاجة تألمنا ولا حاجة تعذبنا أبدا. دي نقطة تانية. تحيا مصر بيكم، تحيا مصر بيكم. آخر نقطة هقولها لكم، أنا عايز أقول لكم، لا، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر بأهل مصر، تحيا مصر بأهل مصر، مش بالسيسي، لا، تحيا مصر بأهل مصر كلها. طب اسمعوا، طب اسمعوا اسمعوا. طيب قناص البابا هيزعل خلي بالكم، احنا اتأخرنا عليكم في ترميم وإصلاح اللي تم إحراقه، اتأخرنا. إن شاء الله السنة دي كل اللي متأخر قداسة البابا هيكون مصلح. واسمحوا لي أقول لكم، اسمحوا لي أقول لكم، يا ريت تقبلوا اعتذارنا في اللي حصل ده، يا ريت تقبلوا اعتذارنا في اللي حصل ده. ما كانش واحد ف طيب فخلينا اقول لكم، طيب خلينا اقول لكم، فان شاء الله السنه دي، حاضر، السنه دي ان شاء الله، ونكون لو لنا عمر ونصيب من اهل الدنيا، انا السنه الجايه نكونش في بيت واحد من بيوتكم ولا كنيسه واحده من كنايسكم الا ما نكون رجعناها. خلي بالكم، ده مش تفضل مننا، ده مش تفضل مننا، ده حق، واحنا مش هننسى ابدا. اسمعوا طيب، اسمعوا طيب، مش هننسى ابدا لكم ولا لقداسة البابا الموقف الوطني المشرف العظيم اللي اتعمل خلال الفترة دي. أنا بشكرك يا قداسة البابا، وبشكركم كلكم مرة تانية. مرة تانية كل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، وعيد سعيد علينا كلنا. والسنة الجاية إن شاء الله تبقى خير وسلام وأمن واستقرار بينا كلنا. في الآخر تحيا مصر بينا كلنا، تحيا مصر بينا كلنا، تحيا مصر بينا كلنا. كل عام وانتم طيبين. شكرا يا قداسة البابا.